نروح بقى نتعرف مع حضراتكم على اهم الاخبار الرياضيه في الصحف والمواقع المختلفه، وزميلتنا العزيزه روزان نصري موجوده دلوقتي في مقر النادي الاهلي في الجزيره. روزان تصبح عليك انا وكريم، اتفضلي. صباح الخير. صباح الخير عليك يا نهواند، وصباح الخير عليك يا كريم، وصباح الخير على كل مشاهدي قناة الأهلي في كل مكان. داخلين اهو على سنة جديدة، يعني كل سنة طبعا وانتم طيبين، ويا رب مزيد من تحقيق البطولات لنادي الأهلي زي ما هو معودنا يعني في مختلف المجالات. طيب هنبدأ بجدول مباريات النهاردة الثلاث 29 ديسمبر. في الدوري المصري يلتقي أسوان مع الإسماعيلي في الساعة 2:30 ظهرا. في الدوري الإنجليزي ويست بروميتش مع ليدز يونايتد في تمام الساعة 8 مساء. برايتون مع أرسنال كمان في الساعة 8 مساء. مانشستر يونايتد مع ولفرهامبتون في الساعة 10 مساء. وفي الدوري الإسباني برشلونة مع إيبار في الساعة 8:15 مساء. من موقع اليوم السابع، رئيس اللجنة الأولمبية: لدينا وقت لإقناع الفيفا بتأجيل انتخابات اتحاد الكرة. كشف هشام حطب رئيس اللجنة الأولمبية المصرية موقف انتخابات اتحاد الكرة في ظل قرار عدم عقد أي جمعيات عمومية في الفترة الحالية بسبب انتشار فيروس كورونا. وقال هشام حطب: الجميع يجب أن يلتزم بهذا القرار ويحترم قرارات الحكومة لأن هذا القانون، وبنحاول أننا نتواصل مع الفيفا بخصوص هذا الشأن لنطلب منهم التأجيل. أوضح رئيس اللجنة الأولمبية: الجميع سيتواصل مع فيفا وأولهم أحمد مجاهد أو وزير الشباب والرياضة أشرف صبحي حتى اللجنة الأولمبية، ولدينا وقت طبعا لإقناع الفيفا بتأجيل الانتخابات اتحاد الكرة، وأتصور أنهم هيقبلوا التأجيل. خبر عربي من الوطن سبورت: منافسة شرسة في الدوري المغربي على غرار الموسم الماضي بين ثلاثي المقدمة. بدأ الدوري المغربي بتنافس شرس على عكس الموسم الماضي بين الرجاء والوداد ونهضة بركان في البطولة الاحترافية المغربية، وبيحتل الرجاء المركز الأول بفارق نقطة وحيدة على الوداد البيضاوي، فيما يأتي نهضة بركان في المركز الثالث بفارق 3 نقاط. خبر عربي من موقع آسيريبيا: دوري سعودي، الهلال يخسر مدافعه أمام الشباب وتعديلات في قيد اللاعبين. أعلن نادي الهلال غياب المدافع الكوري الجنوبي هيون سو عن المشاركة مع الفريق، وده لمدة 2 يوم بسبب إصابته في مفصل القدم، وبذلك تأكدت عدم مشاركته في المواجهة أمام الشباب في الدوري السعودي للمحترفين. وكان المدافع تعرض للإصابة خلال مباراة فريقه أمام الاتحاد في الجولة الماضية في الدوري السعودي. كمان في لوائح لقيد اللاعبين بدأ الاتحاد السعودي لكرة القدم بشأن التنظيمات الخاصة بتسجيل اللاعبين خلال الميركاتو الشتوي، واللي هتبدأ يوم 11 يناير المقبل وهتستمر حتى فبراير 2021. من الإمارات اليوم: حرا في التفاوض مع نادي اعتبارا من يوم الجمعة. لم أقرر أي شيء. النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي متحفظا حول مستقبله مع نادي برشلونة الإسباني لكرة القدم قبل أيام من فتح باب الانتقالات الشتوية الأولى بعد فشله أنه بيسيب الفريق الكتالوني الصيف الماضي لبنود جدلية مرتبطة بعقده. كمان هينتهي عقد النجم ليونيل ميسي مع برشلونة في 30 يونيو 2021، مما يجعله حر في التفاوض مع أي أندية أخرى بدءا من يناير الجمعة المقبل، في حالة لو أراد الرحيل الصيف المقبل. واكتفى ميسي بالقول: إن النادي يمر بفترة صعبة ولكنني متحمس. من روسيا اليوم: خبر عالمي، وفاة المصارع جون هوبر عن عمر 41 عاما. نعت منظمة WWE والنخبة للمصارعة AEW المصارع الأمريكي الشهير جون هوبر عن عمر 41 عاما بعد صراع من مرض الرئة غير مرتبط بفيروس كورونا، على حسب ما وضحت زوجته. وكانت ماندا زوجته أعلنت عن خبر الوفاة برسالة مؤثرة عبر حسابها الرسمي على إنستغرام، وارفقتها بصور للراحل معها وولديهما. وأخيرا من الوطن سبورت: خبر عالمي، كيكي ستيان: تخلصت من الحزن بعد رحيلي عن برشلونة وغيرت رقم تليفوني. قال المدير الفني السابق لبرشلونة ستيان انه
على قبول انه ما ندمش ابدا على قبول تدريب النادي الكتالوني قبل عام، وتغلب على الحزن بسبب ما حدث معه في النادي، وقدر يعيش منعزل عن الاجواء في الفتره الماضيه وبهدوء تام، وغير كمان رقم تليفونه، واضاف عبر صحيفه ماركا الاسبانيه انه بيعيد تجربه في برشلونه غير اعتياديه، ووجد امور معقده جدا داخل النادي. دي كانت يمكن ابرز واهم الاخبار هنا من موقع النادي الاهلي في الجزيره. عوده ليكم للاستوديو مره اخرى. شكرا جدا يا روزان، انا وكريم على التغطيه دي، شكرا ليكي.